هاخد بس الاعلاميه استاذه وفاء صلاح الدين، مقدمه برنامج وش الخير. اهلا بيك يا استاذه وفاء، اهلا كل سنه بحضرتك وانت طيبه. وحضرتك طيب ومشاهدينك الكرام جميعا، يا رب بخير وسعاده. يا رب عيد سعيد عليكي وعلى كل حبايبك وعلى كل اسرتك ان شاء الله. الله يعزك يا رب. وطبعا يعني من خلال قناه الصحه والجمال بحب اوجه الشكر والسعاده والمعاده لشعب مصر جميعا يا رب. شعب مصر كله بيقول لك كل سنه وانت طيبه، ويا رب السنه دي وحضرتك يكون عيد طيب مختلف عليكي ومختلف على اسرتك يا ان شاء رب. الله طبعا باذن الله. معاك كمان اتمنى لك في الفتره القادمه انه برنامج وش الخير يكون وش الخير عليكي وعلى مشاهدينا الكرام وعلى العالم بشكل اجمع يعني. يا رب، اللهم امين. وشكرا لحضرتك طبعا، وعمري ما انسى يعني ان انطلاقه وش الخير كانت من البيت الاول، قناه الصحه والجمال. والبيت الاول بيرحب بيكي دائما وابدا وبيقول لك كل سنه وانت طيبه. وعايز اسالك يا استاذه وفاء، ايه هي طقوسك في العيد؟ بصراحه يعني هي الطقوس زي اي حد اللي هو اول يوم طبعا بيبقى بنروح كلنا نصلي العيد، الأهل بقى بيتجمعوا، بنشوف برضو لو في يعني ناس من الناس الجميلة البسيطة نعيد عليها يعني زي أي حد في الشعب المصري. هسألك سؤال محرج شوية، أكلت كحك قد إيه؟ والله كحك أول وبسكوت سنة والحاجات اللي بتخسس دي. لا هو للأسف يعني نص البنات طالعين من رمضان ما شاء الله مش يعني عايزين ياكلوا لحد بزيادة. رمضان الجاي. اه ليه سألت عن طقوس العيد؟ لأنه العيد السنة دي مختلف عن العيد السنة اللي فاتت عشان الظروف الحظر اللي احنا فيها، ظروف الكورونا اللي احنا فيها، بنحاول قدر المستطاع يعني نخطف لحظات سعادة عشان نرجع بعد العيد تاني. عايزة أقول لحضرتك، اتفضلي. آسفة لمقاطعتك، فضلك الله. يمكن والله بجد الفترة اللي احنا بنمر بيها دلوقتي في البلد والفيروس طبعا المنتشر، ربنا يا رب يشفي يا رب جميع المرضى، حاسين ان هو قرب الناس قوي من بعض. يعني الأول حضرتك سامعني؟ سامع حضرتك، اتفضلي. يعني الأول كان كله بقى مشغول في شغله والخروج، وحتى الأولاد مع أهاليهم كان كله مع صحابه. دلوقتي يعني سبحان الله في أهالي لسه أصلاً بيتعرفوا على أولادهم من كتر ما بقوا دلوقتي كله بقى قاعد في البيت. ضربت المشاعر أصلاً ما بين الأولاد وباباهم وأمهم، يعني في ناس بيقولوا إحنا ما كناش نعرف الصفات الجميلة قوي مثلاً في بابا قد إيه والعكس يا أستاذة حبيبي. وفاء. بالظبط بالظبط. الدكتور احمد هاني خبير العلاقات الانسانيه والاسريه كان بيقول لي انه في ازواج وزوجات لسه كانوا بيتعرفوا على بعض والاثنين اتفاجئوا ان هما الاثنين الى حد ما ينفعوا يعيشوا مع بعض او ما ينفعوش. طبعا خليني ارحب بضيفك دكتور احمد، حضرتك منور طبعا. يا رب يبارك في حضرتك، منور بوجودك يا فندم. الله يعزك يا رب. ربنا يوفق حضرتك في برنامجك ان شاء الله، وكل سنه وحضرتك طيبه. يا رب، اللهم امين. وبرده معانا الاعتبار تخصص حضرتك دوت يعني من التخصصات المهمه جدا. والله اللي بنسعى. للاسف بنسعى. والله بجد يعني من خلال برده البرنامج النهارده بتمنى كده من حضرتك ان برده يكون في توعيه كبيره قوي للاسر وحتى الشباب المقبلين على الزواج. لأن كلنا بنبقى محتاجين فعلا جرعات توعية للأسرة والعلاقات يعني حضرتك فاهمني؟ أكيد أكيد. هي المشكلة إن الناس تتقبل ده، إحنا عندنا النشأة بتاعتنا هي اللي عاملة المؤثر، إن محدش لحد دلوقتي قادر يستوعب إن في قبل قيام العلاقة في تعارف، والتعارف ده إحنا أكيد. بنختصره. صح. فربنا هو ممكن يكون يعني للأسف اضطراب في يعني كله بيفكر ان الجواز عادي، ما كل الناس اتجوزت واحنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا. ان شاء الله ان شاء الله نكون برنامجنا وبرنامج حضرتك وش الخير والتوعيه على مشاهدينا الكرام في كل مكان. استاذه وفاء صلاح الدين مقدمه برنامج وش الخير، انا بشكرك شكرا جزيلا واتمنى لك كل التوفيق في برنامج القادم ان شاء الله باذن الله تعالى. بشكر حضرتك. شكرا شكرا ليك يا استاذ، شكرا ليك.